السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقه من المسلسل الى ذاك الحال. اعطيكم اخوتي ما تنساوش تفرحونا بالاشتراكات ديالكم. فئه كبيره من الناس اللي كيتفرجوا فينا ما كيشتركوش، وديروا لايك كيف ما العاده باش تشجعونا نحطوا باقي الاحداث ديال هذا المسلسل الشيق والزويون اللي متبعينه بزاف ديال الناس في المغرب. بالنسبه للاحداث اللي كاينين في هذه الحلقه هذه، فغادي تشوفوا بانه غتكون واحد المواجهه اللي كبيره ما بين عفاف وفرح. فرح ما متهناتش لدرجه انها تواجهت مع راجلها باش بقات تقلب على عفاف باش انها تنال الجزاء ديالها على داكشي اللي دارت ليها في ولدها. بالفعل اكتشفوا بانه فرح غادي تمشي حتى غادي تلقى البلاصه فين مخبيه فيها عفاف قبل ما غادي يطيح عليها كريم. كريم اللي خايف بزاف لان عفاف تمشي عند البوليس وتقرب كل شيء اللي يدخلوا هما كاملين للحبس، ولكن هو ما باغيش عفاف قاعد تدخل للحبس وباغي يخبيها. ففرح باغي تشوف عفاف كتعذب قدامها، والمواجهه ديالهم غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف. سليم ما مرتاحش لهذا الشيء حيت خايف لان تكون فرح بدات كتحركوا فيها احاسيس تجاه كريم، حيت مابقاش كتعامل معاه مزيان ولات كتعامل مع كريم مزيان فاي حاجه كتواسيه. ملي مات لهم داك الولد وهما قرابين من بعضياتهم بزاف ولا كيشك انها شي حاجه جا معاهم، وحتى ديك الليله اللي بات فيها ما دخلاش ليه الراس. فمازال غادي يكتشفوا بانه خديجه غادي تكرفس عليها راجلها عاوتاني من جديد، وغادي يبدا يعذبها ويدي ليها فلوسها ورزقها. واسيا غادي دير خطه باش انها تنتقم من خديجه حيت جات وخربقات ليها كاع داكشي اللي كانت دايره في بالها. كانت دايره في بالها غادي يبيعوا المحلات وغادي تاخذ الفلوس وغادي تعيش هي والمختار معززين المكرمين بدوك الفلوس، ولكن جات وخربقات لهم كلشي حيت عاوتاني بانت في حياتهم من جديد. ولكن دابا خديجه ما بقاتش كيف كانت، ما بقاتش ديك النيه والدرويشه. خديجه دابا قادره انها تواجه المختار وخا يضربها غتواجه هي وياه. فكتشف في الاخير بانه رشيده هي اللي غادي توقف مع خديجه بزاف باش انها تطلق منه وترجع تعيش معاه في كازا وتدي معاه حتى الام ديالها. هاد المره نعمه ما بصرتش لهذا الشيء اللي تعامل معاه عبد الغفور، فما غاديش تبغي تعاود ترجع معاه. عبد الغفور غادي يبغي يدير العصا في الرويضه في الحياه ديال نعمه على هاد الكذبه اللي كذبات عليه وعلى الحقيقه اللي خبات عليه. فغادي يقولها لكلشي كاع الناس اللي كتعامل معاهم. نعمه غادي يصيقوا ليها الاخبار بانها عندها الام ديالها خارجه من الحبس. نعمه في هاد الوقيته غتدبر بزاف، وحتى من رشيده غادي تحس بالذنب حيت هي السبب حتى تزوجات براجل لاباس عليه وما ظناش انه غادي يخرج منه هادشي هذا كامل. فغادي يشوفوا بلي رشيده غتبقى مواسيه بنتها وغادي توقف معاها وتقول لها زعما ترون بدل المدينه على قبل هادشي، ولكن دابا ما تبغيش حيت هي المدينه اللي عندها فيها المعارف ودارت بلاصتها هنايا ما يمكنش تبدا ازيرو من الاول عاوتاني. وهي في ما بغيش تبعد على عبد العالي من الاخر، ولكن عبد العالي هذه الوقيته اللي غادي يبان فيها بلي بصح راجل وبصح انه يستاهل النعمه وما كي غيدير هادشي ماشي باش يتزوج بها ولا، ولكن هو بصح كيبغيها تكون فرحانه. فبالفعل عبد العالي ديك الفلوس اللي كان كيجمع من عند مدام غزالي حيت كان كيخرج معاها وكان كيدير لها خطره كان كياخذ من عندها فلوس بزايد، وحيت كان بعيد على نعمه فتاقت فيه وبدات كتهلا فيه بغير الفلوس ديالو في الصالير، كان كياخذ الفلوس اللي عندها بحال داك الشكل اللي كتعطاتو شحال هذا. فهنايا هو دوك الفلوس ما كانش كيخسرهم بالعكس كيجمعهم باش انه يدير عليه شي رجع، وخصوصا يدير شي بارطمان اللي يعيش فيها. فكنكتشفوا من بعد بانه بصح ملي غادي يشوف النعمه بلي تدمرات وما بقاتش ما خسرات بزاف ديال الحوايج، الناس اللي كانوا كيعرفوها والمعارف وكل شيء، فغادي يوقف معاها وغادي يديها انها تستقر في حياتها. حيت بصح حتى ديك الدار ودوك العيالات كلهم غادي يبداو يشوفوا واحد الشوفه في شكل في نعمه، حيت هذه هي الحاجه الوحيده اللي عمرهم طاحت لهم في البال ان نعمه غادي تولي طايحه في هذه المأسيق اللي هي كانت كتوقف معاهم. فاكيد دابا هما خاصهم يوقفوا على ريوسهم، خاصهم يخرجوا يقلبوا على ريوسهم بلا نعمه، حيت نعمه دابا طايحه في واحد المأزق اللي صعيب بزاف. فالعيالات غيفهموا هاد القضيه، ولكن عبد العالي غادي يمشي غيوقف معاها غيعطيها الفلوس باش انها تعيش باش انها تلقى باش تهز راسها. وهاد الوقيته غادي يشوفوا بان رشيده غادي تبدا تغير الصوره ديال عبد العالي عندها، حيت بصح دار هادشي بلا مقابل بلا حتى شي حاجه. نعمه ما باغيش تقول ليه لا على هادشي اللي كدير فيه، ولكن هو عارفه بلي هو قلبه ابيض وكيعتبرها بحال خصو، ولكن لا، الحب اللي كيجمعهم ماشي ديال الاخوه، هو كيبغيها بزاف وبغى يتزوج بها. فهنايا رشيده غادا تغير الفكره ديالها انه ما يتزوجش ببنتها، ولكن بصح غادا تسكت فيما غادي يكونوا كيهضروا بيناتهم، وهذا غادي تخليهم يدويو مع بعضياتهم، وهي غادا تبدا تخليهم بجوج وتخرج تخليهم ولا دير راسها كتقضي شي حاجه. اما بالنسبه لزينب فزينب بعد ما غادا تعرف الحقيقه ديال الام ديالها غتكرهها ما غتحبش تشوفها، حتى باها ما تبغيش تشوفه،
وغادي تبغي تبقى بعيده عليهم. نعمه اللي هادشي تشكي عليها هادشي هذا هي عندها مشاكلها بصح تفك معاهم. فهذه هي الوقيته اللي غادي تجي باش غادي تبدا يتقرب منها بدر ليعقوب. بدر بصح كيبغي زينب ماشي غير حيت جات امها دوات معاها، ولكن هو بصح تفكر باللي هذيك هي السيده اللي بغاتو، سواء عنده فلوس سواء ما عندوش، وحتى هو عجباتو وبغاها. فهنايا فين غنشوفو بانه غادي يعوض لهذاك النقص اللي عندها وغادي يتقرب منها، وبصح زينب غتولي تبغيه عاوتاني وغتثق فيه وغادي يتزوج. هنا فين غادي نشوفو باللي زينب غادي تغير الحياه ديالها للجانب اللي هو زويون، الجانب المشرق في حياتها اللي هو الراجل اللي غيكون في جنبها اللي كتبغيه واللي كيبغيها ونفس لاش ديالها، بعيد على الزواج ديالها اللي كانت تزوجات به وهي صغيره، وبعيد على طه اللي اصلا السيد باغي غير يعوض واحد النقص اللي ما عاشوش ملي كان صغير، حيت سعاد كما اكتشفنا انها ما كتبغيش، دونك ما عاش مرتاح معها، كان عاشو مجوجين وصار. وهذه الهضره اللي قلت لكم المبرر ديالها هو الوقيته اللي عاشو فيها في الفيرما ديالو، ولو كيصيدوا بجوج كيطيبوا بجوج كيخرجوا بجوج، يعني ما كانش عايش هادشي مع سعاد نهائيا. بحريه ما غتساليش من التشيطين ديالها، ديما كتفايل الفلوس، ديما كتحاول اي حاجه فيها الفلوس ديالها، واي حاجه زوينه في ديك الدار ديالها، واخا تعرف دابز على قبلها وتكذب وهاني، ولكن هادشي خارج ليها في ميمونها، خارج ليها في سهلها اللي هو الزواج. حتى راجل ميسر ولا مسقم ما جاش ليها، علاش؟ حيت نيتها خايبه مع الناس، ما عمرها بغات شي بنت بحالها بغات ليها الخير. هي اللي كتبغي تكون حسن، وهي اللي كتبغي تكون عندها الفلوس، هي اللي تبغي تكون لابسه مزيان، هي اللي تبغي تكون هي اللي طاغيه في وسط من الجماعه ديال العيالات. وهذا الشيء خارج ليها في الرجال، ديما كيتلاقى غير مع الراجل اللي كيكشطها ويزيد وكيديو منها فلوسها وبزاف ديال الحوايج الاخرين وما كيبغيوش معاها المعقول. عكس العيالات الاخرين اللي كاملين سهل عليهم الله ولقاو الرجالات اللي يبغيوهم واللي يحميهم الا هي. نعمه بقى عندها ما تخبي، صافي هذاك السر اللي كانت هزاه ديال الام ديالها غادي تقول واللي ليها ليها امها هذه. بركة غير السنوات اللي كانت عايشة بعيدة عليها وما في الحبس، هذه الوقيتة اللي تفرح بها واللي تهز بها وتعوض على كاع داك الشيء اللي ضاعت منها. وهنا فين غادي نشوفوا بلي نعمة الرؤية ديالها للحياة غتبدل بعد التصفيقة اللي جاتها من عند الدنيا، غادي تنوض وغادي تعوض كاع داك الشيء اللي ضاع منها، وغادي تحاول أنها تعيش حياتها وهي قريبة من الأم ديالها، بعيد على كاع داك الشيء اللي داز من قبل. سالم مازال غادي نكتشفوا بأنه ما غيفقدش الأمل في داك الشيء اللي باغي يدير، اللي هي العملية، باغي هو واللي راجل بحالو بحال كاع الرجال، ولكن هذاك المرض اللي فيه وخدر عليه العملية الأولى ما صدقاش، وعاير الدكتور ديالو وقال لي أنت نصاب ديتي لي فلوسي وعدتيني ما وفيتيش بالوعد ديالك. هنا فين غادي نشوفوا بأنه بصح غادي يدير العملية المرة الثانية، وهاد المرة غادي تكون فرح فايق الأخبار، غدعمو غتشجعو وغادي تقول ليه بلي بصح أنت ربي غيجازيك على قبليتك، انت وقفتي معايا وعاونتيني كيف ما عاونتيني، راه حتى انت غادي يكون عند هاد العمليه السير انا متاكده غادي تكون مزيان، وحتى الطبيب وغادي يقولها لي غيقول لي راه ضروري خاصك انت تكون متفائل، ماشي بحال ديك المره كنتي غير كتسولني واش بصح غادي تنجح واش هادي، تك في الله وتك فيا وما يكون غير خير ان شاء الله. فبصح هاد المره غادي نشوف انه سليم غادي تنجح لي العمليه من بعد ما يكمل التريتمون، العمليه غادي تنجح ولكن التريتمون غادي تحاول انه تكمل داكشي اللي ناقص، حيت ديك المره تريتمون كملها وهو معصب هو هذا خاطرو ما هداه عقلو في حاجه اخرى حتى ما نجحش العمليه، دونك الغلط من كاين، الغلط كان في سليم، وهذا الشيء اللي غادي يكتشفوه من بعد ما غادي تنجح ليه العمليه ويدير تريتمون، هذا الشيء اللي غادي يبان في التحاليل. فهادو غيكونوا من اهم الاحداث اللي غيكونوا في هذه الحلقه هذه. عفواكم ما تنساوش تشجعونا بالتعاليق ديالكم، لايكاتكم، ابونياتي ديالكم، وهذا ما كان، والسلام.